أثار مقطع مصور لابن سلمان ضجة عارمة في أنحاء المملكة كافة، خاصة بعدما شوهد وهو يتجول فوق سطح الكعبة ويقيم الصلاة، فسادت تساؤلات بحثاً عن السبب وراء فعله غير المسبوق. وإليكم أصل القصة. وحده يقف هائماً على سطح الكعبة، يلحق به الوفد المرافق ويستمر لدقائق. التقط معتمر الواقع بعدسات هاتفه الجوال، مدعياً أن الأمير الشاب صلى ركعتين حينها، لتسود بعدها حالة من الجدل بشأن مشروعية الفعل وهل يجوز الصلاة أعلى قمة الكعبة. المكان الوحيد على سطح الأرض لا يجوز الصلاة فيه هو سطح الكعبة لعدم وجود قبلة وفقاً للبعض، وبالتالي فهو تصرف غير مسبوق، ولم يسبق أحد إليه ابن سلمان في تاريخ الحرم المكي. أما الرأي الآخر يقول إن بلال بن رباح صعد بإذن النبي محمد وأن الصلاة تجوز. فماذا عن الرأي الديني؟ يقول الشيخ صالح المغامسي أن اعتلاء سطح الكعبة لم يرد في الشريعة الإسلامية ما يحرمه، كما أجاز جمهور العلماء إمكانية الصلاة فوق ظهرها. لكن ما سبب صعود ابن سلمان؟ صعد كرئيس لهيئة تطوير مكة لأجل رؤية ميدانية أوضح.